قوات إنفاذ القانون تواصل استهداف التجمعات والبؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. غارة إسرائيلية جديدة على سوريا بعد إسقاط الدفاع السوري مقاتلة إسرائيلية من طراز F-16. حصاد اخباري جديد ياتيكم من اون لايف. اهلا بكم. اهلا بك لبنى. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدا حصادنا لهذه الليله من متابعه العمليه العسكريه سيناء 2018. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها الثالثة والذي أكدت فيه استمرار القوات الجوية على مدار ليلة الماضية في تنفيذ العديد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء. استمرارا للعملية الشاملة سيناء 2018 في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المخططة، واصلت القوات الجوية على مدار الليلة الماضية تنفيذ العديد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية التي تم رصدها مسبقا بشمال ووسط سيناء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بتوجيه ضربات قوية مخازن تجديس أسلحة والذخائر ومنطقة الدعم اللوجستي المكتشفة، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التأمين الجوي للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وفي توقيت متزامن قامت القوات المنفذة مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها واستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية. كما تقوم عناصر من القوات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد للعناصر الإرهابية، مع الاستمرار في حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب عبر الساحل. إضافة إلى قيام قوات الشرطة تمشين أمن سيناء نشر الكمائن امتداد الطرق المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة أجرى الملاحي بتنفيذ على سلامة الملاح بقناة السويس ومنع العناصر الإرهابية من الهروب أو التسلل داخل البلاد. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة إصرارهما على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم. قام مدراء الأمن والقيادات الأمنية بمختلف المحافظات بتفقد القوات والخدمات الأمنية المعنية بتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنية والتأهب الشدوى كافة محافظات جمهورية.
مع حالة الاستنفار الأمني التي تشهدها البلاد في ظل الإصرار على اجتثاث الإرهاب من منابعه، وبالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 والتي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، فقد رفعت وزارة الداخلية درجة استعدادها إلى القصوى في جميع المحافظات لحفظ الأمن، حيث تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ودور العبادة والأماكن السياحية. وقام مدير الأمن كل بنطاق مديريته بالمرور الميداني على الخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين والأكمنة والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة الموجودة على الطرق والمحاور الرئيسية الرابطة بين المحافظات. ووجه مدير الأمن القوات بتكثيف عمليات التمشيط والمرور الميداني ونشر الخدمات النظامية والسرية مع تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق الحيوية. بينما كثفت الحملات الأمنية على البؤر التي تهدد أمن وسلامة المواطنين مع إجراء عمليات تمشيط مستمر لمجرى النيل والجزر النيلية والمناطق الجبلية والقرى والنجوع النائية لضبط الخارجين على القانون. وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها وعلى مدار 24 ساعة تعمل على فرض الأمن وتحقيق السيطرة الأمنية وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام. وقد صدرت توجيهات لرجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بإجراء عمليات تمشيط مستمر وفحص البلاغات كافة أيا كانت درجة أهميتها. كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحاور الرئيسية والتابعة للإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بالمحافظات تم ربطها بغرفة العمليات المركزية للمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، كما تم تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل في حالة ملاحظة أي أمر يهدد حياة المواطنين. وتؤكد وزارة الداخلية على قدرتها على حماية أمن مصر الداخلي ضد من يحاول النيل منه بالاشتراك مع القوات المسلحة، وفي سبيل ذلك تهون التضحيات. دعا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خلال مؤتمر صحفي إلى تقديم جميع أشكال الدعم للجيش والشرطة خلال حربهما ضد الإرهاب. حماة الوطن فضلهم ومكانتهم ووجوب دعمهم. الدعم إيه؟ كل واحد في مجاله وميدانه. والدعم نوعين، دعم مباشر اللي هو زي ما قلنا اذا طلب منك اي دعم، استدعيت طلبت، طلب منك الدعم المادي المالي تكون جاهزا، الدعاء. الامر الاخر ان تبني في مكانك، ان تبني في مكانك، تبني في مكانك. ليه؟ لان اعداد الجيوش وتجهيزها يحتاج امة قوية. هاتفيا معنا النائب تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بحضرتك. إذن عملية استغرق الإعداد لها حوالي 70 يوما منذ تكليف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب تماما في سيناء خلال 3 أشهر، كيف تقيم الوضع الآن وكيف تم الاستعداد لهذه العملية؟ في البداية مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. خليني أقول إن 70 يوم شاهدوا متغير ضخم جدا سواء على الساحة الخارجية والحقيقة الدولة المصرية مارست في خلال المرحلة دي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس في التعامل مع الضغوط الخارجية أو حتى العناصر اللي موجودة في الداخل، وكانت مدفوعة برغبتها الغير محدودة في تطوير نفسها يعني لتحقيق امال وطموحات المصريين. مصر بتواجه الحقيقه ما نسميها احنا في الخطط الاستراتيجيه الخطه بي في الامور الاستراتيجيه الكبرى، بتوضع اكثر من خطه وخطه بديله للتعامل معها بعد فشل السيناريو الف اللي هو كان نجاح تنظيم الجماعه الارهابيه في الوصول للحكم في مصر وبعض الدول الاخرى كتونس وليبيا. بعد الفشل ده تحولوا للخطه بي. الخطه بي بتهدف بشكل او باخر الى اسقاط الدول العربيه وعلى راسها مصر ومن ثم السعوديه والامارات اللي بيشكلوا حاليا محور التعاون الاستراتيجي العربي او قلب المنطقه العربيه المتماسكه. وفق المعلومات المتاحه اللي كانت موجوده اللي ترتب عليها تقدير موقف العمليات، كان واضح ان في تحركات بتستهدف
استقرار الدولة بدأت بالتحرش البحري السياسي من تركيا، ثم وقبليها محاولات تركيا للسيطرة على جزيرة سواكن بعقد اتفاقية ما بينها وما بين قطر وما بين السودان. الموقف ده ثالثا التصريحات الاتحاد الأوروبي العنيفة الموجهة ضد مصر في اليومين ثلاثة اللي فاتوا، كل ده الحقيقة يشكل تهديد غير عادي. مصر انت عارف طبعا ان مصر بتضع لموضوع انتاج الغاز ده طوق نجاة للحالة الاقتصادية المصرية، وهيدفعها بشكل مباشر لتعزيز ظروفها الاقتصادية اللي هي جوهر المشكلة مصر الأزلية وسبب الفقر والجهل والمرض والتعليم والصحة إلى آخره. العملية اللي حضرتك شفتها اللي هي وفق لتقدير الموقف الاستخباراتي والعمليات، كان يجب أن يكون هناك ضربة استباقية من خلال عملية استراتيجية شاملة تستخدم فيها كافة قوة وقدرات القوات المسلحة جميل بأفرعها الرئيسية لتوجيه ضربة استباقية ضد قوى الإرهاب، ليس في سيناء فحسب ولكن في سيناء وفي كافة مسارح العمليات على مختلف. وهذا يمكن سيادة النائب هو يعني تعريف لعملية المجابهة الشاملة. مزيد من الدعم المقدم لهذه العملية من رأس الدولة تحديدا سيادة الرئيس، غرفة دعم مقدر أنتم في ماجن وكيف تبدأ الماجن نواب؟ أنهى وده تأكيد للسادة المشاهدين، أنهى كافة التشريعات الخاصة بالمجابهة اللي هي بتدي الآليات الحكومة لمجابهة الإرهاب. كافة التشريعات، احنا ما عندناش في المجلس حاليا أي تشريع يخص مجابهة الإرهاب نهائيا، احنا خلصناهم من دورنا، لكن مجلس النواب بيشارك في العملية الاستراتيجية الشاملة اللي تم تخطيطها وتنفيذها على مستوى الاستراتيجي للقوات المسلحة. عشان كده حضراتكم شايفين أو بعض الناس شبهت ما يحدث الآن بعملية نصر أكتوبر 73 من وجود القائد الأعلى للقوات المسلحة في غرفة العمليات الرئيسية. أيوة ده بيبقى نوع من أنواع عشان دي عملية استراتيجية بيحضرها القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيشرف بنفسه على سير العمليات على الأرض لتحقيق أهدافها سواء كانت مرحلة نهائية. نعم سيادة النائب، أشكرك سيادة النائب تامر الشاوي عذرا للمقاطعة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المنتدى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمشاركة إفريقية واسعة. وبحث المنتدى الذي ضم لفيفا من الخبرات الإفريقية في المجالات المتعددة كيفية النهوض بالقارة السمراء عن طريق العلم وتطبيقاته والابتكار. مضيا في طريق الحداثة وتحقيق نقلة نوعية في مجال البحث العلمي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى الافريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بحضور رئيس الوزراء وركن وزيرا افريقيا من المختصين بمجالات التكنولوجيا والتعليم العالي. أطراف مصرية وإفريقية قامت على تنظيم الفعالية في مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك التنمية الإفريقي وممثلين من القطاعين العام والخاص والعاملين في حقل العلوم والإبداع. المنتدى يبحث في سبل فتح آفاق أمام القارة الإفريقية تمكنها من تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة وتطويع أدوات العصر الحديث من علوم وتكنولوجيا لتحقيق الارتقاء، خاصة في ظل ما تتمتع به القارة الإفريقية من ثروة شبابية هائلة. إن جمهورية مصر العربية قد أولت اهتماما بزيادة الإنفاق على البحث العلمي مع وضع رؤية لمضاعفة الإنفاق في السنوات القليلة القادمة، وقد أدى ذلك إلى رفع ترتيب مصر عالميا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليا. اقتصاد قائم على المعرفة هو الغاية التي يتطلع إليها المشاركون بالمنتدى، إذ يتطلب تفعيل التكنولوجيات الحديثة في المجتمعات الإفريقية تشجيع الاستثمار في المجال العلمي، ما يستلزم تعظيم دور القطاع الخاص في المجال. الفعالية هي جزء من استراتيجية بنك التنمية الإفريقي تنمية رأس المال البشري بالقارة على مدار 10 أعوام بدأت من عام 2013، وفي هذا الصدد خصص البنك نحو 900 مليون دولار بهدف توفير فرص العمل في مصر، كما أعلن إيكونومي إديسينا رئيس البنك.
من المتوقع أن يزيد عدد الشباب فيها بنسبة كبيرة، وهذه نسبة عالية بالنسبة لباقي قارات العالم. وبالتالي فينبغي أن نحدث تحولا كبيرا في التكنولوجيا وفي العلوم. مسؤوليتنا أن نعد شباب أفريقيا ونوفر لهم الكفاءات اللازمة. وبنفس الاتجاه كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية دكتور بندر حجار أن البنك استحدث إدارة خاصة بالعلوم والتكنولوجيا فضلا عن إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 500 مليون دولار تشمل خارطة الطريق، إنشاء منصة إلكترونية باسم إنجيج متاحة على الإنترنت للمبتكرين في جميع أنحاء العالم. يسعى من خلالها البنك إلى تقديم حلول مبتكرة لفائدة الدول النامية. تضع القارة السمراء نصب أعينها تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2063، ويأتي في القلب منها خلق حلول مبتكرة ترتكز على العلم، وهذا هو مبتغى المنتدى الذي تستضيفه مصر لأيام ثلاثة. مشاهدينا الكرام، الحصاد ما زال مستمرا، لكن بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم من جديد. وفي الملف السوري، شن الطيران الإسرائيلي هجمات جوية جديدة استهدفت مواقع داخل الأراضي السورية بعد إسقاط الدفاع الجوي السوري مقاتلة F-16 إسرائيلية فوق هضبة الجولان المحتلة إثر اعتراضها لطائرة من دون طيار، تقول إسرائيل إنها إيرانية وهو ما تنفيه طهران. من جهتها أعلنت دمشق أن إسرائيل نفذت عدوانا جديدا على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى، وأن الدفاع الجوي السوري تصدى له وأسقط أكثر من طائرة. في حادث هو الأول من نوعه منذ 30 عاما، أسقطت المضادات السورية مقاتلة للاحتلال الإسرائيلي من طراز F-16 بعد غارات لها في سوريا، وذلك عقب إسقاط إسرائيل طائرة بدون طيار زعم جيش الاحتلال أنها إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية، ما يمثل تصعيدا تجاوز الحرب الكلامية إلى حرب على أرض الواقع بين إسرائيل وإيران. المواجهات المباشرة وغير المسبوقة تعكس الهاجس الإسرائيلي من محاولة ترسيخ التواجد العسكري الإيراني في سوريا في إطار استغلال النجاحات التي حققتها قوات الجيش السوري في القتال الدائري هناك. وهذه المحاولة تشمل نشر 10,000 مقاتل إيراني وإقامة مصنع للسلاح، إضافة إلى محاولات إقامة قاعدة جوية وميناء بحري. القلق الإسرائيلي المتنامي من تصاعد نفوذ طهران في سوريا جسدته العديد من الغارات الإسرائيلية على الأهداف العسكرية السورية، والتي جاء أبرزها في الجولان المحتل وريف دمشق، فيما تستخدم إيران مكافحة الإرهاب الدولي ذريعة لتواجدها في سوريا بعد اتهامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بتمويل ودعم عناصر متشددة في سوريا. قوات الاحتلال قالت إن الهجوم الذي شنته على المواقع السورية هو الأكبر منذ عام 1982، وتم بنجاح. وفي ضوء التطورات الأخيرة أعربت موسكو عن قلقها من تنامي حدة التوتر في سوريا، حيث دعت وزارة الخارجية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرة إلى عدم قبول تعريض أمن وحياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا لخطر، مؤكدة أن القوات الحكومية السورية ملتزمة بالاتفاقات الخاصة بضمان ثبوت عمل منطقة وقف التصعيد في جنوب غرب سوريا. لا شك في أن إسقاط أكثر المقاتلات الحربية تطورا في العالم يشكل تحولا كبيرا في صراعات المنطقة، والذي شكك في التفوق الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق وضعا جديدا على الحدود الشمالية السورية، حيث أصبح من السهل تصاعد حدة التوتر، بما ينذر بانزلاق المنطقة إلى حرب تأتي على الأخضر واليابس. ولتسليط ضوء أكثر حول الأزمة السورية، معنا عبر الهاتف الآن السيد نادر عكو، الكاتب والمحلل السياسي السوري. مرحبا بك أستاذ نادر. يعني الحديث عن الأراضي السورية وسماء سوريا التي أصبحت تمتلئ من كل حدب وصوب، وأصبحت أيضا ما بين سندان، يعني التدخل العسكري التركي من جهة ومطرقة هجمات التحالف الدولي، وأخيرا هذه الهجمات الجوية الإسرائيلية،
متى تخرج سوريا من هذا النفق المظلم؟ يا سيدتي، سوريا الآن تنتصر لأنها تمتلك إرادة من داخل القيادة السياسية للدولة السورية، ونستطيع أن نقول أن سوريا أمام تحول كبير من خلال النظر إلى هذه الهجمات المجنونة من خلال عدة اتجاهات. لقد رأينا خلال الأسابيع الماضية حملات التحريض الممنهجة ضد الدولة العربية السورية وضد قيادتها، والسبب الرئيسي هو الانتصارات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري في كافة الاتجاهات بالتوازي مع المجهود الذي تقوم به الدبلوماسية العربية السورية لفضح المؤامرة الصهيونية بتمويل قطري وأداته العسكرية التركية، بالتنسيق مع خفافيش الظلام والخوارج أعداء الحياة وأعداء الله من رافعي الرايات الدينية والمتمنطقين بشعارات الحرية وحقوق الإنسان. سيد نادر، يعني انطلاقا من هذه النقطة عن يعني تحقيق انتصارات في الميدان من قبل الجيش العربي السوري، ما حدث اليوم لهذا هذه الهجمات الجوية تحديدا من قبل إسرائيل التي أسقطتها أو أسقطها الدفاع الجوي السوري؟ يأخذنا أيضا إلى سؤال آخر، وهو الحديث عن منظومة الدفاع الجوي السورية، ماذا التفاصيل عنها، وهل رفع الستار بالفعل عن هذه المنظومة، منظومة الدفاع الجوي السوري؟ يا سيدتي، الاعتداء الصهيوني كان متوقعا، وكذلك نتوقع أن نشهد فصولا وتصعيدا من المعارك العسكرية مع هذا العدو الذي يتوقع لها أن تبوء بالفشل الذريع. نعم سيد نادر، ولكن لقد خبرنا عندما شاركنا في حرب أكتوبر على الجبهة السورية أن العدو يتبع أساليب خبيثة، ولذلك كنا نتحضر خلال 3 سنوات من سنة 70 إلى 73 بعمل كل الدفاعات للتصدي لهذه الطائرات، ولكن بتمويه كبير وعظيم، وكنا نتلقى منه ضربات موجعة، لكننا في النهاية انتصرنا عليه في 9 أكتوبر سنة 1973 عندما سقطت الطائرات الإسرائيلية كالفراشات فوق دمشق. نحن نتعامل مع هذا العدو على أنه مجرم كبير، ولذلك لم تسنينا الحرب مع خفافيش الظلام ومع الحرب العالمية من تقوية دفاعاتنا الجوية وكذلك قدرة الجيش العربي السوري على التصدي لهذه الحرب المجرمة. نعم، هذا الرد بالطبع أستاذ نادر يعني من قبل الدفاع الجوي السوري يكشف النقاب فعلا عن هذه المنظومة الجوية للجيش العربي السوري، ونأمل أن يعني تزول هذه الأزمة وأن يكون هناك حلولا أخرى أيضا سياسية لحلحلة الأزمة السورية. نشكر السيد نادر عكوة الكاتب والمحلل السياسي السوري. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن حكومته تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات للتنقيب عن النفط اللبناني. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه الزميل يوسف الحسيني لبرنامج نقطة تماس، وتتابعونه اليوم في 11:05 مساء. المال هو الأساس الذي يصنع الاقتصاد، الذي يصنع الازدهار. هيدا معطل الدورة الاقتصادية السليمة، لأنه كان نظام اقتصادنا كان نظام ريع يتعامل بالمال لا يتعامل بالإنتاج، ولا نحن بهالوضع طبعا مش مرتاحين، يعني هيدا بدنا نحاول نصلحه. كان بيحكوا عن النفط في البلاد، بقى امبارح قرينا النفط لأن كان بعده بيلزموا أجراء كتيرة
نعم عملنا كل الأشياء التمهيدية وصلنا لمرحلة إقرار النفط. كل الشغل كان لبناني ده غيت اليوم، اليوم أقر التفتيش عن النفط واستخراجه. وأشار عون إلى استعداد لبنان للدفاع عن حقوقه النفطية ضد أي اعتداء، منوها إلى إمكانية حل كافة الخلافات بالطرق الدبلوماسية. أخذنا قرار أنه نحن ما ندافع عن أرضنا، إذا صار تعدي على الأرض وإذا صار في تعدي على حقوق في النفط، لأن هناك حدود بحرية وحدود برية، في الحالتين لن نسمح بالاعتداء على حقوقنا. لغاية الآن لم يقم هذا الاعتداء، وإنما هو بالتصريح، وهون يمكن تتدخل قوى، تدخل مش ليس بمعنى العسكري إنما سياسيا دبلوماسيا، لأن تساعد على فض هذا الخلاف. استقبل وزير الخارجية سامح شكري توماس غريمينجر سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تناول اللقاء الجهود المصرية لحل الأزمات المتفاقمة في الإقليم والجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما استعرض التطورات الاقتصادية في مصر. من جانبه حرص المسؤول الأوروبي على متابعة العملية العسكرية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي أعلنتها مصر، مشيرا إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديها الكثير من الخبرات وبرامج التعاون التي تتطلع إلى التعاون مع مصر بشأنها لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب. دعا زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن إلى زيارة بيونغ يانغ، وقال مون إنه يتعين على الكوريتين العمل على تهيئة الظروف كي يتسنى له أن يقبل الدعوة، كما دعا الجارة الشمالية إلى العودة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يعد تطورا مفاجئا لم يكن متوقع منذ فترة قريبة، دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى قمة في بيونغ يانغ وفقا لما أعلنت سيول. يأتي هذا في وقت حذرت واشنطن فيه من أخذ محاولات بيونغ يانغ للتقارب بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية على محمل الجد. وورد في الدعوة التي نقلتها كيم يو جونغ شقيقة زعيم الكوري الشمالي التي تزور سيول بمناسبة الأولمبياد الشتوية، أن كيم جونغ أون مستعد للقاء مون في أقرب فرصة بحسب متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية. هذه القمة في حال حدوثها ستكون الثالثة من نوعها بعد لقاءين بين كيم جونغ إيل والد الزعيم الحالي ورئيسين سابقين للجارة الجنوبية عامي 2000 و2007. ولم يرد مون على الفور على الدعوة التي قد تؤثر على العلاقات، إلا أنه من مؤيدي الحوار مع الشطر الشمالي. وتصر واشنطن على أنه يتعين على بيونغ يانغ أن تتخذ خطوات ملموسة تثبت من خلالها أنها مستعدة لنزع أسلحتها النووية قبل أي مفاوضات. وبعد صمت دام لأشهر بشأن إن كانت كوريا الشمالية ستشارك في دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ، تبين أن الأولمبياد شكلت مناسبة لتحقيق تقارب بين الكوريتين، بعد أن أرسلت بيونغ يانغ إلى الجنوب رياضيين وفنانين ومشجعات ووفد رفيع المستوى على رأسه شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي التقاها الرئيس الكوري الجنوبي في أول زيارة لشخصية من عائلة كيم جونغ أون إلى الشطر الجنوبي منذ الحرب الكورية إبان الخمسينيات. مشاهدين الكرام، الحصاد ما زال مستمرا، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. نستكمل مع حضراتكم اخبارنا. التقى رئيس الوزراء شريف اسماعيل وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة. خلال اللقاء تم استعراض موقف التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنظمة وأفضل السبل لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم والمتمثلة في المعاشات التأمينية والتعويضات عند العجز أو الإصابة، وهكذا التأمينات على الحياة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 عاما إلى 59 عاما.
أعلن المتحدث باسم حزب الوفد عن تأسيس منتدى الأحزاب السياسية في مصر، وقد شارك عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المصرية في اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد، وقد خلص الاجتماع إلى تأسيس منتدى الأحزاب من أجل دعم المسار السياسي والحزبي في مصر ودفع المواطنين إلى المشاركة الانتخابية، بالإضافة إلى دعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب. هننشئ غرفة عمليات في حزب مستقبل وطن، هيمثل فيها مسؤول عن تنظيم من كل حزب ومسؤول الإعلام في كل حزب، بحيث تنظم وننسق المؤتمرات الشعبية عشان نخاطب المواطن المصري ويعني ندفعه في اتجاه المشاركة ونعلم المواطن بمخاطر التي تنتظر أو التي يخطط لها أعدائنا في الداخل والخارج بعدم بحث المواطنين على عدم المشاركة. هننزل على النواب، نواب الأحزاب، أحزاب المجتمعة بتمثل 40% أو 45% من نواب مجلس النواب، وبالتالي كل لقاءاتنا هتكون في دوائر انتخابية بتنسيق وإعداد من غرفة العمليات التي استقام في حزب مستقبل الوطن. ندعم أولا جيشنا وشرطتنا في حربها مواجهة الإرهاب، باعتبار أن دي معركة الشعب المصري هو اللي اختارها، أنه في 30 يونيو أن يصفي كل البؤر الإرهابية في مصر، ودي مرحلة من مراحل تصفية هذه البؤر. المسألة الثانية أن احنا تعمل الأحزاب مشتركة على من خلال مؤتمرات ومن خلال الدعاية اللي ممكن تقدمها لحث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وفقا لدستور 2014. النهاردة يمكن ده اليوم المفروض نقول عليه يوم الاتحاد، ده يوم الاتحاد، لأن المسألة مش مسألة إرهاب بس، الحقيقة المسألة هناك تحديات، وأنا أعتقد أن هناك أسباب أخرى قومية تخص الأمن القومي قد يكون لسه الشعب مش عارفها، عشان نتحرك هذا التحرك القوي والضروري. أشدل ستار على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 49 التي استمرت 15 يوما، حيث أقيم حفل الختام بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وسط حضور جماهيري من رواد معرض الكتاب. بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أسدل الستار على الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي حملت اسم الأديب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي، وشارك بها أكثر من 400 دار نشر من مختلف أنحاء العالم، واحتفت بأسماء عدد كبير من الأدباء. احنا بنتكلم عن 4.5 مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال 15 يوم، بتكلم عن الهيئة المصرية عمل الكتاب عن 280 ألف نسخة بيعت خلال المعرض من الهيئة فقط، مبيعات الهيئة المصرية لعمل الكتاب بس. وأنا طبعا يعني عايز أقول إن ده مؤشر كبير على زيادة رواج الكتاب وزيادة رواج الثقافة والاهتمام بيها. عايز أقول إن الإحصائيات اللي عندنا أكدت إن معظم القراء من الشباب والأطفال، إن في كتب حققت مبيعات وعناوينها لافتة زي كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين، وده مهم. أول سنة يشارك معانا منشد شعبي مصري أصيل محمود ياسين التهامي، ودي بادرة للاهتمام بالتراث الثقافي المصري بشكل عام في الفترة اللي جاية، وخصوصا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. الدورة التي حلت فيها الجزائر كضيف شرف على المعرض وكانت عنوان محوره الرئيسي القوى الناعمة، توجد بإعلان أسماء الفائزين في مسابقة المعرض. ففي مجال الرواية فازت مدن السور للكاتبة هالة البدري، وفي القصة القصيرة فازت شوارع السماء لوجد الكومي، وفي مجال الشعر العامية فاز بها ديوان عارف يا رب للشاعر مسعود شومان. أما مسابقة الشعر الفصيح فقد فاز بها ديوان يوم آخر من النعيم للشاعرة عبير عبد العزيز، وغيرها من الجوائز. حصاد المعرض الذي استمر 15 يوما كان عامرا بالثقافة والفنون المختلفة، حيث عقدت 614 ندوة و177 احتفالية فنية و103 حفلات توقيع للكتب و591 نشاطا للطفل وغيرها من الفعاليات الأخرى، في انتظار الدورة المقبلة للمعرض التي ستكون جامعة الدول العربية ضيفة شرفها، والأديبان ثروة عكاشة وسهير القلماوي سيكونان شخصيتي المعرض للدورة القادمة. بينما تستنفر سيناء لتتطهر من الإرهاب، تتواصل رحلة البناء والتنمية
وزير السياحة والآثار تفقد المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع تطوير منطقة عيون موسى الأثرية بحضور وفد من البرلمانيين والسفراء الأجانب في رسالة صريحة للعالم بقدرة سيناء على مواصلة الحياة جنبا إلى جنب مع الحرب على الإرهاب. لم تكبل جهود القوات المسلحة في سيناء الأبية لمواجهة الإرهاب يد التعمير، فبالتوازي مع انطلاق قوات إنفاذ القانون بكامل قوتها لتطهير شبه الجزيرة من الإرهاب، تأسير مؤسسات الدولة الأخرى في إنفاذ خطط التنمية والبناء. غداة الإعلان عن العملية الشاملة سيناء 2018 توجهت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العناني وزير الآثار ومحافظ السويس اللواء أحمد حامد إلى منطقة عيون موسى بسيناء لتفقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنطقة التي تتبع محافظة السويس، وذلك برفقة عدد من نواب البرلمان والسفراء الأجانب. بميزانية 8 مليون جنيه بدأ المشروع قبل أكثر من عامين بتعاون مشترك بين وزارتي الآثار والسياحة لتطوير المنطقة التي تتمتع بقيمة أثرية خاصة. المنطقة هنا هي على طريق سانت كاترين وطريق شرم الشيخ، فهتلاقي كتير من السياح بيقفوا هنا المنطقة فيلاقوا مكان كويس يرتاحوا فيه، وفي نفس الوقت يزوروا منطقة ليها أهمية دينية ويشوفوا الحرف اليدوية بتاعة المنطقة. حضرتك شفت معنا 6 سفراء، ودي الرسالة اللي احنا عايزين نقولها تحت تأمين متميز من القوات المسلحة والداخلية اللي بإيد بيحاربوا الإرهاب بنيابة عن العالم كله، وفي نفس الوقت بيقبلوا السياح والسفراء والوزراء. المرحلة الأولى تضمنت ترميم وصيانة 7 آبار بالمنطقة، بالإضافة إلى تجهيز المدخل الرئيسي وتنفيذ منظومة إضاءة على أحدث النظم العلمية، وتكلفت 3 ملايين جنيه. أما المرحلة الثانية ستشمل إقامة سور يحيط المنطقة بالكامل وتغطية العيون الأثرية بمظلات وإقامة محل لبيع المنتجات التي تحمل هوية المنطقة. رغم العملية سيناء 2018 اللي بدأت امبارح وعلى أرض سيناء الحبيبة، لكن في نفس الوقت في عملية تانية مصرين على تنفيذها، هي عملية التنمية السياحية والتنمية الصناعية والتنمية الاستثمارية. كل ده بيتم في وقت واحد، ومؤخرنا العملية مؤخرتش أي تنفيذي أو أي مسؤول عن القيام بدوره. منطقة عيون موسى بما لها من امتداد تاريخي لها رمزية في المرحلة الراهنة، فهي ملتقى لأصحاب الديانات الثلاث تذكر بأن مصر لطالما كانت قادرة على احتواء التنوع والتصدي لدعاة الإرهاب. بالنسبة للمنطقة، المنطقة هنا منطقة طبعا لها أهمية خاصة لأنها ملتقى لجميع الأديان، يعني بيجيها مسيحيين مسلمين يهود. احنا بندعم القرارات للقضاء على الإرهاب بتاعنا، وفعلا احنا في الطريق للقضاء على الإرهاب، وحرص السفراء ان هم يجوا ده يعني عمل إيجابي جدا. لا يزال قطار التنمية الذي أطلقته مصر ماض في طريقه لا تعرقله الحرب على الإرهاب التي ضمت تحت لوائها جميع المصريين. شريان مروري يربط القاهرة الكبرى بالمحافظات بطول يصل إلى 400 كيلومتر، وهو طول الطريق الدائري الإقليمي الذي أدرجته الدولة ضمن خطتها للمشروعات القومية للطرق بهدف تقليل التكدس المروري في القاهرة وفتح منافذ للتجارة البرية. الطريق الدائري الإقليمي شريان الوصل بين القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، فيبلغ طوله حوالي 400 كيلومتر، رابطا إقليم القاهرة الكبرى والدلتا بطرق الصعيد ومدن القناة والواحات البحرية، ليكون بذلك الحل الأمثل للقضاء على تكدس الطرق بالقاهرة وتشجيع حركة النقل التجاري والزراعي والصناعي بين المحافظات. الدائري الإقليمي الميزة اللي فيه إن هو هيخفف جدا جدا الأحمال والنقل التقيل اللي هو على طريق الدائري الحالي. أصبح دلوقتي كل النقل اللي هو هيبقى جاي من إسماعيلية أو اللي جاي من السويس، بدل ما هو حاليا بيخش على الطريق الدائري وبعدين بينزل على طريق زراعي فبيعمل تكدس، لا النهاردة هيخش هياخد من أول الطلعة بتاعة إسماعيلية والسويس ويركب الدائري الإقليمي، لو عايز يطلع الصحراوي هيطلع الصحراوي على طول. وبعد افتتاح طريق شبرا بنها الحر والقوس الشمالي الشرقي، تستمر أعمال البناء الآن بالقوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي بطول 57 كيلومتر وبتكلفة استثمارية تبلغ 4 مليارات جنيه،
وها نحن الآن نشهد أعمال البناء بمشروع كوبري الخطبة الذي يعد من أهم المحاور بالدائري الإقليمي ويشمل 4 كبار علوية بالإضافة إلى 4 أنفاق بتكلفة إجمالية 1,200,000,000 جنيه. الكوبري اللي احنا واقفين عليه دلوقتي كوبري الخطاط بقى النيل، يعتبر الجزء الرئيسي في القوس الشمال الغربي. جهة الاشراف تعاون بقى في ضبط الجودة في استلام الاعمال، احنا كشركة منفذة تنفيذ خامات ما متعطلش على حاجة، متعطلش على معدات، متعطلش على شغالين وعلى مدار الساعة. تشغيل هنا بطريقة ممكن توصل 12 ساعة في اليوم، تمام، عشان ننتهي بميعاد الوزير الدكتور هشام. هو وعدنا ان احنا نخلص، احنا وعدناه برضه ان احنا نخلص امتى؟ نخلص 30/3 باذن الله، الربع الاول من 2018. خلاص احنا يعتبر زي ما بنقول نسبه الانجاز كلها وصلت 90%. محور الخطبه الذي يمثل حلقه الوصل بين محافظتي الجيزه والمنوفيه يعكف الان مئات العمال والمهندسين على الانتهاء من بنائه، ليتم افتتاحه ضمن القوس الشمالي الغربي بالدائري الاقليمي ابريل المقبل. بعد الانتهاء من القوس الشمالي الغربي سيربط الدائري الإقليمي بين جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى إقليم القاهرة، مما سيعزز التجارة الداخلية ما بين محافظات الدلتا والقناة والصعيد، وسيقلل تكلفة ومدة ومسافة الرحلات ما بين المدن الواقعة على مسار امتداده. ميرنا عادل، أون لايف. نجح قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2 طن لنبات البانجو المخدر بدائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية. رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اعتزام تشكيل عصابي تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو أسفل حمولة جبس لسيارة نقل من شرق إلى غرب قناة السويس. وبالتنسيق مع الأمن العام وأمن الإسماعيلية تم ضبط 2 من عناصر التشكيل والسيارة المستخدمة في إخفاء البانجو، وذلك بنطاق مركز شرطة القنطرة شرق. كما تم ضبط 999 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن أكثر من 2 طن، وأقر بحيازتهما هذه الكمية بقصد الإتجار مشاركة مع ثالث جار ضبطه. باتت محافظة القاهرة على موعد لأن تستقبل لأول مرة حافلات ذات طابقين حسب ما أعلن وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قبيل. وقال الوزير خلال تسليم أول دفعة من الأوتوبيسات إن الحافلات الجديدة هي صناعة مصرية ووفق معايير الجودة العالمية. ب65% من مكونات محلية وفي خطوة لتشجيع الصناعة المصرية، سلمت وزارة التجارة والصناعة 10 أوتوبيسات ذات الطابقين كدفعة أولى تمهيدا لبدء تشغيلها بشوارع القاهرة، لتتبعها دفعات أخرى من إجمالي 40 حافلة. الأوتوبيسات دي أوتوبيسات تم توريدها من شركة قطاع خاص إلى هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة. يمكن الدفعة الأولى حوالي 12 أوتوبيس، ممكن ترتفع إلى 40 أوتوبيس. أعتقد أنتوا شفتوا الجودة بتاع هذا الأوتوبيس، نسبة تصنيعه المصري 65%، ودي نسبة طبعا جيدة جدا. ده داخل في الأسطول بتاع هيئة نقل عام القاهرة، والعقد الأولاني عبارة عن 10 أوتوبيسات هيتم توريدهم في خلال أسبوع إن شاء الله، والهيئة بتتناقش معنا في مد العقد لدفعة أكتر منه. يعني إحنا بنفتخر إن إحنا مصنعنا في مصر والأولوية لمصر طبعا، لكن التصدير ده بيكون يعني مرحلة تانية إن شاء الله. الأوتوبيس الجديد يتسع لأكثر من 70 راكبا، وهو مكيف للهواء، صديق للبيئة، مزود بخاصية التتبع ليخضع للرقابة، وستحدد له مسارات محددة لتفادي الازدحام والتكدس المروري. نظم الأمان بما يتوافق سواء نظام الفرامل أو أوتوبيس إيرب، وفي كاس بما يوفر الراحة الكاملة للركاب. في نفس الوقت مكيف في الدور العلوي بتاعه، في مجهز بكاميرات للمراقبة بحيث ان السائق وهو قاعد في مكانه شايف ايه الدور اللي فوق، ايه اللي بيحصل فيه. مزود برضو ايضا بانذار للحريق، اطفاء ذاتي لمنطقة المحرك. ب
بأيد مصرية وبجودة عالمية. حملت الدفعة الأولى من الأتوبيسات ذات الطابقين والتي ستستقبلها شوارع القاهرة في غضون أيام شعار بكل فخر صنع في مصر، والذي أصبح ختما يميز جودة المنتج المصري. سالي سالم، أون لايف. هنا مشاهدينا ينتهي حصادنا لهذه الليلة، ولكن لن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين. قوات إنفاذ القانون تواصل استهداف التجمعات والبؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. غارات إسرائيلية جديدة على سوريا بعد إسقاط دفاع السوري مقاتلة F-16 إسرائيلية. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من أونلايف، ويمكنكم دائما متابعتنا على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك وتويتر، كما يمكنهم أيضا لبنى متابعة البث الحي عبر صفحة أونلايف الرسمية على يوتيوب. دقائق من الآن وعلى رأس الساعة ألتقيكم مع خدمة إخبارية جديدة.